الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم مع البطولة الاقوى، بطولة دوري ابطال اوروبا. النهاردة ان شاء الله هنتعرف على نتيجة قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا. اصفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا التي جرى سحبها اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات نارية. اصفرت القرعة عن المواجهات التالية: اول مباراة هتكون ان شاء الله ما بين مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الالماني. المواجهة الثانية هتكون ما بين بورتو البرتغالي وتشيلسي الانجليزي. المباراة الثالثة ان شاء الله هتجمع ما بين بايرن ميونخ الالماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، واخر مباراة هتكون ما بين ريال مدريد الاسباني وليفربول الانجليزي. طبعا المباراة دي بتفكرنا بنهائي سنة 2018، هتبقى مواجهة نارية تعتبر بمثابة مباراة نهائية فعلا. طبعا ده مشوار الفرق بوشية الله في دور ربع النهائي. مان سيتي هيقابل بروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ هيقابل باريس سان جيرمان. الفائز من الاربع فرق دول هيتقابلوا ان شاء الله في دور النص النهائي. في المقابل ليفربول هيقابل ريال مدريد، والطرف الثاني تشيلسي هيقابل بورتو، والفائز في الاربع فرق دول هيلعبوا مباراه نصف النهائي ثانيه. وطبعا المباراه النهائيه ان شاء الله تجمع الفائز من الطرفين يوم 29/5 في استاد اتاتورك باسطنبول في دوله تركيا. بالنسبه لمواعيد المباراه ان شاء الله، مباريات ذهاب دور الربع النهائي ان شاء الله هتكون يوم 6/7 من شهر 4 اللي جاي، بينما مباريات الاياب لنفس الدور هتكون يوم 13/14 من شهر 4. مباراه ذهاب الدور نصف النهائي ان شاء الله هتكون يوم 27 ويوم 28 من شهر 4، بينما مباريات الاياب هتكون يوم 4/5 من شهر مايو، بينما المباراه النهائيه ان شاء الله هتكون يوم 29/5. نتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركه. كان معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.